أخواتي وأخواتي في كل الوطن العربي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من مصر المحروسة دائما وأبدا بإذن الله، بلاد الطب والأطباء وقبلة الشفاء في كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. موعدنا المعتاد كل يوم جمعة الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة علشان نتكلم عن أسرار الألم. بنفكركم ان احنا دايما بنتكلم ازاي بنعالج الام الانزلاق الغضروفي بدون جراحه، ازاي بنعالج الام ضيق قناه النخاع الشوكي بدون جراحه، ازاي بنعالج الام التهاب عرق النسا بدون جراحه. الناس اللي عملوا جراحات الغضروف ولم يوفقوا في هذه الجراحات ازاي بنقدر نعالجهم ايضا بدون جراحه، ازاي بنقدر نتفادى جراحات تغيير مفصل الركبه ونقدر ان احنا نعالج كل الام الركبه بدون جراحة. بنفكركم ان احنا بنعالج ازاي الانزلاق الغضروفي وضيق قناة النخاع الشوكي والتهاب عرق النسا، ازاي بنعالجهم بدون جراحة. بنعالجهم عن طريق علاج التهاب الاعصاب، ما بنديش مسكنات وما بنديش كورتيزون وما بنديش حقن الفيتامين ب12 والحاجات ديت، بنعالجها عن طريق حقن جذور الاعصاب وليس حقنة الابيديورال وليس حقنة الكورتيزون سيئة السمعة، بالعكس احنا ضد هذه الحقنة. بنعالجها عن طريق التردد الحراري، بنعالجها عن طريق شفط الغضروف وليس جراحة الغضروف، أيضا بنعالج آلام مفصل الركبة عن طريق حقن مادة الهاليورونيك اللزجة أو حقن مادة الهاليورونيك الجيلاتينية والتردد الحراري بدون جراحة. النهاردة بنفكركم إن صفحتنا على الفيسبوك هي المركز المصري لعلاج الألم. أنتوا بتشوفونا مرة واحدة كل أسبوع، بنتواصل مع بعض مرة واحدة كل أسبوع، لكن بنقدر نتواصل طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك المركز المصري لعلاج الألم. النهاردة الحلقة مميزة جدا. النهاردة احنا مش هنتكلم عن الغضروف، احنا فكرناكم ان احنا بنعالج الام الانزلاق الغضروفي بدون جراحة، ومش هنتكلم عن الركبة لان احنا فكرناكم ايضا ان احنا بنعالج الام الركبة بدون جراحة، لكن هنتكلم عن مرض التليف العضلي، المرض اللي انتوا بعتولي كتير على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك ان انتوا عايزين حلقة مخصوصة للتليف العضلي وعايزين ان احنا نتكلم عن التليف العضلي في حلقة مخصوصة. فهي دي الحلقة اللي احنا هنتكلم فيها عن آلام التليف العضلي. في ناس عارفة المرض ده على ان اسمه متلازمة آلام العضلات، في ناس عارفة المرض ده على ان اسمه الفايبروميالجيا. نقدر ان احنا نسمي يعني اللي عارف ان اسمه تليف عضلي ماشي، اللي عارف ان اسمه التليف العضلي الليفي ماشي، هو نفس المرض الفايبروميالجيا ماشي، متلازمة آلام العضلات وهو كذلك. المرض دوت عامل لخبطة كتيرة جدا، ما بيتشخصش. المرضى بيعانوا من آلام منتشرة في الجسم كله، بيعانوا من آلام ملخبطة حياتهم كلها، جسم كله في ألم، جسم كله بيوجعه، كل ما يروح للدكاترة الدكاترة يقولون أنت عندك حالة نفسية، أو الدكاترة يقولوا لها أنت عندك حالة نفسية. ليه بنقول يقولوا لها؟ لأن إحنا عندنا المرض ده 90% من المرضى من السيدات و10% من الرجال، يعني كل 10 مرضى في عندنا 9 سيدات ورجل واحد. يعني دولة زي مصر لو افترضنا ان فيها 100 مليون هيبقى فيها الاول بقى نقول ان هو الناس المصابة في العالم في الكرة الأرضية حوالي من 8 ل 10%، من 2 ل 10%. فلو عندنا 10% من المرضى مصابين تمام، هنلاقي ان احنا في مصر عندنا 10 مليون مصاب بمرض التليف العضلي. هنلاقي 9 مليون سيدة مصابة بمرض التليف العضلي و10 وواحد ومليون واحد من الرجال هم اللي مصابين بالتليف العضلي. يبقى ده مرض منتشر بشكل عام في الكرة الأرضية، مش بس في دولتنا، في دول كتير جدا. لكن مشكلته في التشخيص، يعني المشكلة إن هو يتشخص. طيب هل هو ليه تحاليل؟ هل هو ليه إشاعات نقدر نعملها فنشخص؟ لا، لكن نقدر إن إحنا نشخصه باستبعاد الأمراض التانية، ونقدر إن إحنا نشخصه بمجرد ما نسمع. يعني أنا دلوقتي وأنا بكلمكم وبنسمع عن شكوى مريض التليف العضلي، هو بيشتكي من إيه؟ تمام؟ مريض التليف العضلي هنلاقي، هنعرف نشخص المرض وإحنا قاعدين قدام التلفزيون. يعني إيه؟ يعني وإنت قاعد دلوقتي بتتفرج وبتسمعني وانا عمال اقول ايه هو المرض دوت، انت ممكن تلاقي عندك الحاجات دي موجودة عندك. لكن لو لقيت حاجة واحدة ما تقولش انك مصاب بهذا المرض، لان المرض ده متلازمة. يعني ايه؟ يعني لازم من الكلام اللي انا هقوله، انا هقول تقريبا 10 شكاوى، لازم يبقى عندك 5 6 شكاوى، لازم يبقى عندك 3 4 شكاوى، لكن مش اول شكوى نقول اللي هو ده. مشكلة المرض ده ان المريض اشعاعاته بتطلع كويسة،
او يقولوا له ده اللي في الاشعه ده حاجه بسيطه ما فيهاش مشكله، تحاليله بتطلع كويسه، او يقولوا له التحاليل دي مش هي اللي عامله الوجع، انت بتشتكي من حاله نفسيه، انت حالتك النفسيه سيئه، لكن هو في الواقع مش مساله حالته النفسيه سيئه، هو حالته النفسيه سيئه بسبب الدكاتره، حالته النفسيه سيئه بسبب ان عنده الام او عندها الام، ولما تروح للدكتور يقول لها ما عندكيش حاجه، فهو ده اللي بيخلي الحاله النفسيه سيئه، يعني المرض نفسه بيخلي الحاله النفسيه سيئه. وايضا لما تروح للدكتور ما يعرفش يشخصك برضو دي بيزود الحالة النفسية. طيب هو احنا المرض دوت اعراضه ايه؟ الاول هنقول اعراضه ايه بعدين نقول هو ابتدى ازاي. اعراض المرض ده ايه؟ اول حاجة ان المريض يبقى عنده صداع غير مبرر، عنده صداع دايما، راسه بتوجعه، بياخد علاج يقلل الصداع لكن دايما حس ان هو هيزي كده مش مظبوط، تمام. الذاكرة بتاعته يحس ان دايما بينسى، يعني ايه انا بقيت انسى، ذاكرتي بقت سيئه، دي تاني حاجه. تالت حاجه في الم في عضلات الرقبه، تمام، ينام بالليل يصحى يلاقي عضلات رقبته بتوجعه او عضلات جسمه بتوجعه، والالم يبتدي في الرقبه وينزل على بقيه ظهره او يبتدي في الظهر وينتشر في الجسم كله، ولما يصحى من النوم الالم دوت لازم ياخد دش سخن او يقعد شويه بعد ما يصحى من النوم عشان يلين عضلاته فيقدر يتحرك، لكن ما يقدرش يقوم من النوم، او الست ما تقدرش تقوم من النوم على طول تمشي وتتحرك، لا ده جسمها مكسر، هي قايمه من النوم جسمها مكسر، فلازم تاخد دش سخن، دايما تتعرض للجو الدافي فتحس ان هي كويسه، لو اتعرض للمكيف او اتعرض للتكييف تلاقي جسمه كله خشب كده ما يعرفش يتحرك، تمام. فده من اعراض التليف العضلي. الحاجه الثانيه ان هو غير الالم اللي عنده وغير المشاكل اللي عنده القولون بتاعه ملخبط، يعني ازاي؟ يعني هو دايما عنده يا امساك يا اسهال، عنده قولون عصبي، ما هوش عمره ما القولون بتاعه كان مظبوط، فدايما يا اسهال يا اما امساك، فده برضو من اعراض مرض التليف العضلي. لو احنا جينا لحاجه تانية، النوم في لخبطه شديده جدا في النوم، لخبطه شديده جدا في النوم، ازاي؟ المريض او المريضه يدخل علشان ينام يلاقي عنده ارق شديد جدا، يلاقي نفسه مش عارف ينام، عقبال ما عينه تروح في النوم ياخد وقت كبير، وبعدين لما يجي ينام يسيبوه ينام، ينام 10 ساعات 12 ساعة 8 ساعات، يصحى من النوم المفروض يصحى فايق بقى، يصحى من النوم مضروب علقة، ما شبعش نوم، كأنه ما نامش خالص، فهو صاحي مش شبعان نوم أو مش شبعانة نوم، يقولوا لها إزاي ده أنت نايمة بقالك 10 ساعات، نايمة بقالك 8 ساعات، لكن صاحية من النوم كأني واخدة علقة، دايما تقول كده، صاحية من النوم جسمي مكسر، صاحية من النوم كأني واخدة علقة، تمام، سيبوني شويه كده لغايه لما جسمي يفك، تخش تاخد دش سخن وتخرج تبقى احسن شويه. كل ده من اعراض مرض التليف العضلي. هي مش عارفه تنام كويس، ولما بتنام يمكن يبقى عندها احلام مزعجه كمان، طول ما هي نايمه مش شبعانه نوم، مش حاسه انها نايمه نوم طبيعي، لما بتصحى من النوم مضروب علقه مش قادره، او مضروب علقه اذا كان راجل مش قادر ان هو يقوم من النوم. طيب وبعدين اكتئاب نفسي بقى، المريض او المريضه عنده اكتئاب نفسي، ازاي؟ عنده ألم، هو المرض نفسه بيعمل اكتئاب نفسي، يعني مرض التليف العضلي من ضمن أعراضه المتلازمة ان هو بيعمل اكتئاب نفسي. طيب بيعمل اكتئاب نفسي ازاي؟ هو نفسه بيجيب اكتئاب، والمريض لما مفيش دواء بيريحه عمال ياخد مسكنات، الحالة بتزيد بالمسكنات، الحالة بتزيد لما ياخد كورتيزون، ما في دكاترة بتلجأ للكورتيزون عشان تضيع الوجع، فيبتدي الحالة تسوء، وكمان يقولوا له انت بتدلع ما عندكش حاجه، ده يدخله في اكتئاب اكتر، لان هي لو واحده ست جوزها هيزعق لها، ما انت مدوخانه على الدكاتره، عمالين نلف على الدكاتره وكلهم بيقولوا ما عندكيش حاجه، يبقى انت بتدعي، يبقى انت بتضحكي علينا، انت غاويه مرمطه، تمام. من ضمن اثار الاكتئاب اللي بتبقى موجود ان المريضه او المريض بيبقى عنده ديس انترست، يعني مش مهتم بحاجه، مش مشكله الدنيا تتشقلب تتعمل انا مش فارق معايا، خلاص انا ما بقاش يفرق معايا حاجه، انا ما بقاش ليها، المريضه لو هي واحده ست ما لهاش نفس لا تقوم تشتغل ولا نفس تطبخ لهم حاجه ولا نفس تعمل اي حاجه في البيت، هي ما بقتش قادره، هي عندها خمول جدا ومش عايزه تعمل حاجه، تمام، ومش مبسوطه والكلام ده. ولو هو راجل نفس الحكايه، هو برضو مش عايز يعمل حاجه، مش عايز يروح الشغل، بيروح تحصيل حاصل، متضايق، مش مهتم بحاجه، تمام. كل ده من اعراض التليف العضلي. طيب المشكله ان احنا نقعد نلف ونشخص المرض ده. طيب المرض ده نشخصه ازاي الاول؟ يعني احنا عشان نشخصه اولا في العالم كله
هم ما كانوش عارفين يشخصوه، يعني احنا مش متأخرين عن العالم ده، هم في امريكا ما كانوش عارفين يشخصوه. اخر كام سنة ابتدوا يشخصوا المرض ده ويعرفوا ان المرض ده موجود وان هو منتشر وان هو عندهم في امريكا بقى كتير، ده عندهم بتاع 20 30 مليون، عندهم كتير، وفي اوروبا كتير، ودلوقتي اكتشفنا ان هو في مصر وفي الوطن العربي كتير. طيب يتشخص ازاي؟ او الاول بيبتدي ازاي؟ الاول بيبتدي بالمسكنات، المسكنات الملعونة. ازاي؟ واحد نام على مخدة عالية، صحي من النوم رقبته ملوحة، بدل ما يسخنها ويدلكها خد مسكن. واحد وايه عمل حادثة وهو بيسوق العربية ولا حاجة، اتخبط حصل له حاجة اسمها ويبلاش انجري، يعني ايه؟ يعني رقبته طلعت لقدام ورجعت لورا في الفرملة، فروح البيت رقبته بتوجعه او رقبته بتعمله، قام واخد مسكن بدل ما يدلكها ويسخنها، فخبى المشكلة والمشكلة هتبتدي تزيد. واحدة تعرضت لصدمة نفسية، أو واحد اتعرض لصدمة نفسية، حد عزيز عليه توفى، فقد فلوسه، وحصل أي حاجة، حصل له صدمة نفسية، فابتدت تشد عضلات الرقبة، بدل ما يحط عليها قربة مية دافية ويدلك، لا ابتدى ياخد مسكنات، سواء هو اللي بياخد أو الدكاترة بيكتبوله. المشكلة إن احنا المهم إن حصل إن هو خد مسكنات وزودت المشكلة. حد تاني من الستات اللي هم في الأرياف عندنا، اللي هم بيشيلوا الحاجات على رأسهم كتير كتير وتبقى شايلها ومحافظة على توازنها، يعني هي ماشية وفرحانين بيها قوي إن هي شايلة حاجات كتير وما بتقعش، ما هي عشان ما تقعش العمود الفقري في رقبتها مرة يجي الناحية دي ومرة يجي، بيوزن نفسه، كل ده بيعمل مزق في الأربطة وشد عضلي هيتطور بعد كده إلى تليف عضلي ويعيشها في جحيم. حاجات تانية، حد جاله خشونة في ظهره، خشونة في مفاصل الفقرات، وبعدين بدل ما هو يعني، وطبعا لما بيحصل خشونة في الظهر بيحصل شد عضلي في الظهر، لما بيحصل خشونة في الركبة بيحصل شد عضلي في الركبة، طب احنا المفروض نعمل ايه؟ ندلك، هنحط قربة دافية وندلك على الركبة، نحط قربة دافية وندلك، تمام. فلما نعمل الشغلانة دي كلها تمام، يبقى نحافظ على كفاءة العضلات، لكن لما بناخد مسكن احنا بنسيب العضلات تشد وتتدهور والامور تتدهور من غير ما نعمل اي حاجه. فالمشكله كلها ان جالك خشونه في حته او شد عضلي في حته، انت بدل ما تدلكه وتسخنه ابتديت تاخد مسكنات فخبيته، ابتدى الشد العضلي ينتقل من هنا لهنا لهنا لهنا. طيب يعني ايه التليف العضلي؟ انت عايز تتخيل شكل العضله المتليفه، عارف حته اللحمه اول ما تجيبها من الجزار وهي لسه مدبوحه اللي لونها احمر الطريه دي، هي دي العضله الحقيقيه بتاعتك. ازاي تتليف؟ تتليف لما كانك حطيتها في الفريزر. فهمت الفكره؟ فهمت الفرق؟ كانها اتحطت في الفريزر، فانت شايف حته اللحمه اللي طالعه من الفريزر، عشان كده يلاقي ايه دايما النقطه دي في التليف العضلي في الكتف تبقى شاده، فيقول لك العرق ده شادد. عرق، كلمه عرق دي كلمه ريفيه او بيستخدموها في الارياف، اي حاجه طويله كده حاسس بيها يقول لك العرق، اي حاجه في رجله يقول لك العرق. فايه فالحته دي؟ لا ده مش عرق، ده المفروض ان انت ما تحسش بيها، دي حته لحمه طريه، لكن انت بتشد عليها، بتمسكها بايدك تحس انها ناشفه لما بتمسكها بايدك، فيقول لك العرق ده شد. لا دي العضله تليفت زي حته اللحمه اللي انت حاططها في الفريزر، فانت اصبح عندك تليف عضلي. طب هي هتفضل كده؟ يعني هل التليف العضلي احنا عرفنا يبتدي ازاي؟ بيبتدي بان حضرتك جالك خشونه او جالك شد عضلي في حته واهملته، قعدت تاخد مسكنات وتاخد كورتيزون وتاخد كلام فارغ، فابتدى يحصل المشكله دي. طيب هل احنا بقى هنبتدي نعالج ازاي موضوع الشد العضلي ده؟ احنا هنعالجه ازاي او التليف العضلي ده؟ طبعا في فرق بين الشد العضلي والتليف العضلي. الشد العضلي ده بيبقى في الاول احط قربه دافيه وادلكه، الموضوع يختفي، لما اهمله يشد بقى اللي هو العضله تبقى ناشفه. طيب الحاجه الثانيه هنعالجه ازاي؟ وهل بيخف ولا ما بيخفش؟ في أسئلة كتير طبعا بتدور في دماغ الناس اللي عمالة تسمعني دلوقتي. أولا مرض التليف العضلي هو مش مرض خطير، عشان الكلمة اللي أقولها بعديها ما تخوفكوش، هو مرض مش خطير لكن ما بيخفش. يعني إيه ما بيخفش؟ هفضل تعبان على طول؟ لا مش هتفضل تعبان على طول، يعني هو مرض مش خطير ومزمن، ما بيخفش ومش هتفضل تعبان على طول. تعرف يعرف عقلك يستوعب الحاجات دي، إن هو مرض مش خطير تمام بس ما بيخفش، فما تخافش بقى تمام، وكمان لا مش هتفضل تعبان على طول. طيب ازاي؟ يعني ازاي تمام؟ مش خطير يعني مش هيقلب لحاجه خبيثه، مش هيدخلك في مشكله كبيره، هو مجرد الم وعكننه للبيت كله، للمريض وللبيت كله. طيب عرفنا ان هو كده، طب يعني ايه يا دكتور ان هو ما بيخفش وفي نفس الوقت انا هخف هرتاح؟ تمام هترتاح بس مش هتخف. يعني ايه مش هخف؟ يعني هيفضل عندك تليف عضلي،
هيفضل المرض قاعد مستني عايز يرجع لك تاني، لكن انت هتتعالج وترتاح، لكن لو اهملت هيرجع لك تاني. نفهمها ازاي؟ زي مريض السكر اللي عنده السكر، السكر بيخف؟ لا ما بيخفش. طب هو عايش مرتاح؟ عايش مرتاح. ليه عايش مرتاح؟ لانه بيسمع الكلام في التعليمات وبياخد العلاج كويس. طب مريض الضغط بيخف؟ لا ما بيخفش. طب هو تعبان؟ لا مش تعبان، لانه هو بيسمع الكلام في التعليمات وبياخد العلاج. طيب كويس قوي. ده بالعكس، ده مريض الضغط والسكر ده نص الشعب عنده ضغط وسكر. يبقى انت لما تيجي تتكلم عن التليف العضلي يبقى هو حظه احسن من اللي عنده ضغط وسكر. كويس، يبقى انت هتعيش مرتاح. هتعيش مرتاح ازاي؟ احنا عندنا التعليمات وعندنا العلاج. كويس، بعد ما بنخلص العلاج بنشوف كل 100 مريض نسبة نجاح العلاج 80%. يعني ايه 80%؟ يعني كل 100 مريض فيه 80 واحد نقول له الحمد لله على السلامة، امشي طول عمرك على التعليمات بس، امشي طول عمرك على التعليمات بس كده. كويس، واحد تاني هنقول له انت للأسف معلش هتمشي طول عمرك على التعليمات زائد العلاج، زي مريض السكر بياخد علاج طول عمره ومريض الضغط بياخد علاج طول عمره. طيب ده بنعرفه لما بنيجي نخلص العلاج، بنلاقي فيه مريض قدرنا نوقف العلاج ومريض ما قدرناش نوقف العلاج، ده هنعرفه بعدين. طب ايه هو العلاج؟ العلاج ينقسم الى شقين. اول حاجة ان احنا هناخد علاج بالفم. يعني ايه؟ دواء اكتب الروشتة تروح تجيبها من الصيدلية وتاخد العلاج، ادي اول حاجة. في علاج تاني ملوش اقراص، ما اخترعولوش اقراص، الشركات كلها ما اخترعتلوش اقراص، يعني لما يجي تاخده ما ينفعش اشتري القرص، ده لازم يتاخد مباشرة في الوريد. طيب ايه هو الادوية دي وهناخدها ازاي؟ الادوية دي هناخدها عن طريق جهاز اسمه جهاز التسريب الوريدي، بنحط الادوية في جهاز وحضرتك بتيجي المركز عندنا وبتاخد الادوية دي عن طريق الوريد. كويس؟ طيب باخد الادوية دي عن طريق الوريد، بنيجي كم مرة؟ بنيجي 4 مرات، ممكن ناخدهم ورا بعض، يعني ناخد 4 جلسات ورا بعض كل يوم او يوم بعد يوم، واخد العلاج 3 اشهر واشوف اخباره ايه، وممكن اخده كل شهر جلسة، ممكن افرقه وممكن اضمه على بعض، كل شهر، كل 25 يوم، كل 40 يوم، تمام، دي ما فيهاش اي مشكلة. طيب السؤال الثاني، ما انت اول ما بتقول معلومة الاسئلة بتشتغل في دماغ الناس. طيب السؤال الثاني، الدواء ده الادويه دي فيها كورتيزون؟ لا طبعا الادويه دي ما فيهاش كورتيزون، لان الكورتيزون هيخلي حالتك زي الزفت، ولو خدت كورتيزون حالتك ستسوء وهتبقى مشكله كبيره جدا، فاوعى انك تاخد كورتيزون. طيب كويس، الادويه دي ليها اعراض جانبيه، بتنيم شويه، فانت بايه بتحس وانت بتاخد الادويه انك مسترخي، طبعا الناس بتبقى سعيده يعني بهذه الاعراض الجانبيه، هو مسترخي كده ونايم، وبعدين بتصحى وتروح عادي وبتمشي عادي ما فيش اي مشكله. طيب الادويه دي بتعمل ايه؟ الادويه اللي في الوريد دي، الأدوية اللي في الوريد واللي في الروشتة الاتنين بيعملوا نفس الحاجة. بيعملوا إيه؟ أنت عشان تحسن كفاءة العضلات عندك حاجات مواد كيماوية في الجسم لازم تتظبط، لأن هي لو ما اتظبطتش حصل لخبطة، منها مادة اسمها الجابا أو اختصار جابا أمينو بيوتيريك أسيد، في مادة تانية اسمها نمضة، في مادة تالتة السيروتونين، تمام؟ الحاجات دي كلها لازم تتظبط. يعني احنا لما بنعالج التليف العضلي مش بندي ادويه ايه خد بسط عضلات، الموضوع ما فيهوش مش بالبساطه دي، والا كان خلص ما كانش انتشر في العالم كده. لا ده هو احنا بندي ادويه تظبط المواد الكيماويه. الادويه اللي انت بتاخدها في الوريد ادويه طبعا مكتوبه، هي ليدوكين مع مغنيسيوم مع كيتامين، كل الحاجات دي مكتوبه في الكتاب، الكتاب بتاعي موجود مجانا خالص، تقدر تنزله من على النت او تنزله من على صفحتنا من على الفيسبوك وتلاقي المواد دي وتقرا عن التليف العضلي. طيب الـ زي ما قلنا الجلسات بتتاخد، انا بحاول استرجع الاسئله اللي بتتسال لي علشان اجاوبها قبل ما انت تسالها، هناخدها 4 مرات ورا بعض او كل شهر مره. الادويه دي الادويه دي بتعمل ايه بقى؟ الادويه دي بتظبط المواد الكيماويه، بندي دواء عشان يقلل النمضه، بندي دواء يزود الجابه، بندي الادويه اللي بتحسن كفاءه العضلات. طيب وقلنا ان هما 4 مرات. طيب بنعرف بعد ما نكمل الـ3-4 اشهر من العلاج اذا كان المريض دوت من الـ80% كويس اللي هما هيخفوا، يعني هيمشي على التعليمات فقط لا غير، ولا من الـ20% اللي هياخد علاج مع التعليمات. طب ايه هي التعليمات؟ السؤال اللي بعد كده اللي جه في دماغك، طب نعم ايه هي التعليمات؟ انت عايز تقول ايه يعني؟
التعليمات أولا لازم عضلات جسمك تفضل سخنة 24 ساعة، جسمك عضلاته تبقى سخنة 24 ساعة. طب إزاي أعمل إيه؟ والله لو أنت راجل تقدر تروح الساونا وتروح تعمل مساج في النادي وعندك جاكوزي سخن، أو تروح النادي تعمل جاكوزي سخن أو حاجة زي كده، يبقى هتعمل الحكاية دي مرتين ثلاثة كل أسبوع، وتعمل في البيت دش سخن الصبح وبالليل. طب ما عندناش امكانيات، احنا في الارياف احنا ما عندناش لا جاكوزي ولا التدليك ولا الكلام ده، يبقى تاخد دش سخن الصبح ودش سخن قبل ما تنام، لان الدش السخن بيحافظ على العضلات سخنه. طيب طبعا ما ينفعش ان انت تاخد دش سخن الصبح وتروح الشغل، دايما السؤال كده. طب والصبح دايما كان السؤال بيجي في دماغ الناس كلهم نفس الفكره. سهل قوي، انا مش عايزك تاخد العلاج وتخرج عشان هتبرد اكتر، الحاله هتسوء اكتر. يبقى حضرتك تصحى بدري، لو انت بتنزل الساعه 7 تصلي الفجر وتاخد الدش السخن بتاعك وتقعد جسمك دافي يبرد شويه لغايه لما تبتدي تنزل الساعه 7 7 ونص من البيت. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ الحاجه الثانيه ان احنا التعليمات نمره 2 ان حضرتك هتدخل اوضه ضلمه او اوضه نورها خافت كل يوم لمده ساعه لوحدك، الباب مقفول، الموبايل مقفول، محدش بيخبط عليك، تمام؟ محدش هيخبط على الباب خالص علشان محدش يشتت تفكيرك. طب ازاي؟ ليه؟ وعمل الساعة الصبح ولا بالليل؟ تعملها في وسط اليوم، أفضل في وسط اليوم. طيب الساعة دي هعمل فيها ايه؟ هتقعد تفتكر حاجات كويسة، حاجات جميلة، حاجات بتريحك، تفتكر ذكريات جميلة، تفتكر تتخيل ان انت قاعد على شط البحر، تتخيل ان انت قاعد قدام الكعبة، شوف انت ايه اللي بتحبه وتعمله، لكن لا تستعين بحاجة، يعني ما تقعدش تتفرج على صورة البحر وتقول ما انا كده بتخيل، لا، لازم انت اللي تتخيل من جواك، تمام؟ مش هتقرأ قرآن، ولا تقول تسبيح، ولا تقول ترانيم، ولا تسمع موسيقى، ولا انت لوحدك اللي بتطلع الحاجات الكويسة من دماغك، ده بيبقى صعب مش سهل. الاول هتخش تلاقي نفسك بتنام، قعدت تفكر قمت نايم. الاول هتخش تلاقي نفسك بتفتكر ناس او حاجات وحشه او حاجات سيئه او حاجات، كل الحاجات دي لا، يبقى احنا نعمل ايه؟ حاجه تانية، يعني نمرن نفسنا، لا انا هفتكر حاجه احسن. طيب هو احنا الساعه دي بنعملها ليه؟ الساعه دي بنعملها ليه؟ واحد يقول لي اه ده تامل، ده استرخاء، ده مش طب انا مش طبيب روحاني ولا حاجه، الساعه دي مش مهمتها لا يوجا ولا استرخاء ولا الكلام ده، الساعه دي لما حضرتك بتقعدها لوحدك وتقعد تفكر في حاجات كويسه، في ماده بتفرز من المخ او ماده السيروتونين بتزيد.